إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وزد وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله عز وجل حلقة جديدة من برنامجكم ملتقى الأحبة، وما زلنا بفضل الله وعونه في سلسلة وجاء يوم الحصاد مع العمالقة. واليوم بإذن الله عز وجل هو لقاء العمالقة مع الدكتور فوزي الدغيدي الذي شرفنا وأنار الاستوديو وقناة الصحة والجمال. أهلا دكتور، شرفتنا دكتور. وأيضا الأستاذ أسامة الفار صاحب شركة الفلاح لاستصلاح الأراضي بالفرافرة. أهلا شيخ، جزاكم الله خير. نبدأ بالأستاذ أسامة الفار. شيخنا، حضرتك حققت الأحلام واستلمت وسلمت الناس أراضيهم وعملت كل حاجة، في جديد؟ ربنا يبارك فيك يا الله استاذ، يكرمك. مش عارف الجديد اللي اعرفه دلوقتي. ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. طبعا احنا قلنا ان حلم اي حد ان هو يبقى عنده حته ارض، بيبقى عنده شويه متخوفات عند الاستلام. يا ترى هو هيستلم، يا ترى هو مش هيستلم، الارض دي هتبقى زي ما بيقولوا نصبايا، هياخد ويزرع فعلا زي ما قلنا قبل كده. ربما يكون هو بيع أرضه وبيع بيته، وبعض الناس بيع الأرض اللي فيها تراب الجد، فبالتالي بيبقى عايز يتأكد أو بيبقى متخوف من بعض حاجات وهو بيشتري الأرض إيه بتاعته. فإحنا طبعا على أرض الواقع سلمناه، وطبعا نشرنا قبل كده على أرض الواقع فيديوهات، ولضيق الوقت بننشر بعض الفيديوهات، ولكن إحنا بفضل الله عندنا قصص نجاح فوق المية بفضل الله تبارك وتعالى. ناس أخدت واستلمت وزرعت وحصدت. تمام. النهارده بقى احنا هنتكلم عن ايه؟ عن الحصاد. طبعا فرحه الحصاد دي يعني فرحه لا تضاهيها فرحه. اكيد طبعا. ان انت راجل كنت متخوف من حاجه، الحاجه ديت الحمد لله بقت ثابته على ارض الواقع، حاجه ما فيهاش مشاكل. الحاجه ديت انت كنت متخوف ان انت تبدر فيها الزرع، الزرع ما يطلعش. ما بقول لك الارض هتجيب جنب الريش زي عندنا هناك الفلاحين. يقولوا له ايه انت رايح فين؟ ده انت مش هتلاقي تاكل. ازاي يا عم مش هلاقي اكل؟ ازاي انا مش هلاقي اكل؟ يقولوا لا ده الارض مش هتجيب زراعه وانت هتجوع انت وعيال. طب يا عم ايه؟ تعالى بس شوف الوضع على ارض الواقع. تمام. طبعا هو لاقى اللي جه معانا ده هو لاقى صعوبات كتير من المجتمع ان هم بيصدوه، وجه واستلم وزرع ووقف في ارضه وهو مخضره، واحنا طبعا عرضنا الامر ده هو، والنهارده في قلب الحصاد. احنا معانا فيديوهات ممكن طب اعرض الفيديوهات. هنعرض فيديو من الفيديوهات. الفيديو الاول طبعا الحصاد ده يعني حاجه جميله جدا، ليه فرحه لا تضاهيها فرحه. اكيد طبعا. ان هو بيحصد وبيعبي الشكاير وبيخيط الشكاير. طيب والتاجر بيبيع. هنشوف الفيديو معانا اهي. ماشي اتفضل. ماشي. رضا ونعمه من عند الله. واهم حاجه الانسان يبتدي وياخد خطوه. اهم حاجه الانسان يبتدي وياخد خطوه في حياته. جميل. الكسل والامور التردد مش هتاكل عيش. جميل. يعني الانسان اصلا اللي يجي تعالى هيقابلك شويه تعب. هتتعب طبعا. طبعا هي المشاكل مش الحاجه مش هتاخدها معلش تقول انا عايز معلش ارض في الدلتا. كان اهالينا تعبوا اكتر منا، فلازم احنا نتعب برضه عشان نسيب لاحفاد. فهو ان شاء الله باذن الله تعالى هو خير هنا، واللي يتعب يلاقي، وكل ما تدي الارض تديك اللي انت عايزه. فالحمد لله ربنا رضانا اهوت، وحصدنا بالميكانه، وربنا رضانا احسن من رضيه اهوت في القمح وكل حاجه، وقمح مظبوط ومية مية وخير. واقول لجميع الناس تعالوا وسعوا على نفسكم وسيبكم من ضيق العيشه اللي انتوا فيه. المنوفيه بالذات ما فيهاش ارض يا ولي. لا ما فيهاش ارض، وهي يا شيخ اسامه ضيقت المساحه جدا، ومعلش الناس بقت تاكل في بعضها زاد عن اللازم. فهو الحمد لله خير هنا اهوت. والله انا اتمنى انا بكمل مشوار اهوت، واتمنى ان انا انقل هنا واقعد هنا مع عده مشاريع الواحد برضه بيعملها مع الارض ومع على الارض نفسها. لان هي ميزه كويسه، انا واخد ارض على الطريقه اهي، وان شاء الله باذن الله على الاسفلت اهي، وان شاء الله باذن الله هنبني وهيبقى في مشاريع جامده. بس هي كل حاجه عايزه الصبر والفلوس. الصبر والفلوس. الصبر والمال. الصبر والمال. الصبر والمال. هتاخد احلى ارض حتى لو هي صخر. لو هي حتى صخر.
هتزرع وتطلع. جميل. فهو الناس بس تبتدي، الواحد يبتدي وياخد خطوه، خطوه ايجابيه هينقل. والحمد لله ربنا رضانا يا عم، كفايه اللي انا يعني اخد مصاريف من السنه دي السنه الجايه، وبعد كده الارض مش هتخليني عايز حاجه. هو صح كده احسن، خلينا في الواقع. اغلبيه مثلا اللي يجي يتفرج ولا عايز ياخد بيحسب ان هو واخد هياخد ارض في دلتا وهيزرع هياخد قمح زي اللي هناك بالظبط مثلا. لا، هي مش كده. انت النهارده تمشي بانتظام وتمشي بكل حاجه، وسنه على الثانيه تبقى احسن ارض، احسن من الدلتا. وهنا اهل الفرافره والله فعلا ارض، اهل ناس طيبه، وحصل لنا الشرف بالشيخ اسامه الله يبارك فيك، ومفيش بعد كده يعني، والحمد لله. أول الحمد زرع لله. لا دي حضرتك القمح ده والله العظيم اول زرع، والله والله اول زرع، وبسم الله ما شاء الله عندنا احسن من اللي في الدلتا، والله احسن من اللي في الدلتا اهو. على الاقل في الدلتا الغله راقت، هناك هنا الغله ما بتقولش. يعني انت مبسوط يا حاج وليد؟ والله في قمه السعاده. ربنا يبارك فيك. ده السعادة. انا سعيد جدا بسعادتك، ومرضي باللي ربنا قسمهولي. ربنا يبارك فيك. ولو قال من كده الواحد راضي، والحمد لله على كل شيء. ربنا يبارك فيك. وبقول لكل الناس تاخد خطوه ايجابيه. سيبكم من التردد. بنص فلوس بربع فلوس معاك هتزرع وهتنجح، بس الانسان يحط في عقيدته ان هو هينجح، ما يحطش الفشل قدامه. الله ينور عليك. بكل الساعه ديت الطاقه الداخليه المخزون. بس هو الناس اغلبيه الناس ان هي بتتردد. طيب استاذ اسامه، زي ما شفنا الفرحه في قلوب الناس وشفنا العمل في النجاح على ارض الواقع، طبعا الراجل ده ما بيقولش الكلام ده من فراغ، لانه من المنوفيه وساب اهله وساب اسرته وساب كل حاجه، فطبعا مش هيقول الكلام ده من فراغ. حقيقة هو طبعا المنوفية هي محافظة ضيقة جدا في الرقعة الزراعية. تمام. الأستاذ وليد أتانا في شهر رمضان زي اليومين دول بالظبط، استلم وإحنا مصورين معاه فيديو يوم الاستلام. تمام. والنهاردة إحنا صورنا معاه يوم الحصاد، هو بيقول كلام جميل جدا، بيقول لك الموضوع عايز برضه شوية صبر وشوية، يا دكتور فوزي، شوية فلوس. يعني برضه أنت مش معلش، أنت مش هتجيب فدان بيتقال فيه في بحري او في الصعيد بمليون و200 الف، مليون و300 الف، وساعات 2 مليون والله، او 2 مليون احيانا. زي فدان مثلا ب 30 ب 25 ب 40 حسب مكانه، دي يعتبر تكلفته. هو بيجيب نفس الانتاج. حقيقه احنا النهارده الغله جابت معانا اول زرعه 19 اردب ما شاء الله، فاهمني؟ يعني يعتبر جاب نفس الانتاج. عندنا احنا في بحري يا اخويا بيقول ضرب معانا 18 و17، يبقى الفدان ابو مليون و200 الف جاب زيابه ايه؟ ابو 30 او ابو 25 او ابو ايه؟ 40. هو بيقول يعني الدنيا مش ورد، فاهمني؟ لازم انت تضحي. يعني المسافه اللي هتقطعها يا دكتور فوزي من بحري او من الصعيد وتترك ملعب سباق هي الضريبه فقط، ولكن الارض، الارض هي الارض. اول زرعه يا سيدي هتجيب لك 70%، ثاني زرعه هتجيب لك 100%، فاهمني؟ تمام. هو ده الكلام. طيب تعالوا بنا نستكمل السلسلة التي مضت في الحلقة الماضية، وهي المشروع الألف فدان. تمام دكتور أسام، دكتور فوزي، إزاي مشروع كبير زي ده ألف فدان هتحقق حلم الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بشكرك على الاستضافة، وعايز أقول فعلا أن مشروع ألف فدان مش في يوم وليله هنقدر أكيد طبعاً، أكيد نعمل ألف فدان. أكيد طبعاً. ألف فدان ده يعني ضخم جدا. واهم شيء ان لما يكون ما احنا ماشيين على خطى ثابته وعلميه، ان احنا لازم نزرع صح، المنتج لازم يطلع صح، المدخلات بتاعته لازم كلها تكون صح. طيب. يعني لازم اختيار الارض، الشيخ اسامه مشكورا اختار لنا احسن بقعه ارض تصلح لهذا المشروع. تمام. على وجه على وجه مصر الفرافره. الفرافره. تمام. الفرافره في بجوار ابو منقار، الرطوبه، درجه الرطوبه، درجه الحراره، نوع التربه، كميه الميه اللي موجوده، الخبرات اللي انا بنستعين بيها، هي الخلطه السريه لنجاح ان شاء الله رب العالمين. وطبعا المثابره زي ما قال الاخ اللي في الفيديو السابق. تمام. المثابره والجهد والعرق، ان شاء الله احنا ناويين نحقق الخلطه السريه زي ما بيقولوا، اللي هيكون فيها ان شاء الله النجاح.
انت حضرتك قلت لي هتبداوا ازاي. احنا مستحيل طبعا نبدا الف فدان مره واحده، ده ولا يعني طبعا. يبقى يعني احنا جبنا طاقه نوويه يعني. صحيح. هي الفكره ازاي؟ زي ما حضرتك شايف كده، انا هعرض على الخريطه تمام المشروع بتاعنا فين. احنا زي ما احنا شايفين اهوت في قلب في 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 داخل صحراء مصر. تمام. ودي لها ميزه، الميزه بتاعتها ان درجه الجفاف بتاعه الطقس في المنطقه دي بيكون مناسب جدا للمجدول. تمام. وزي ما احنا اتفقنا قبل كده ان المجدول دوت يعتبر هو من الثمار الاقتصاديه، بيسموه ملك من الثمار الاقتصاديه. جميل. ليه بقى؟ لانه اصلا ثمار للتصدير. دي مساحه الالف فدان اهيت على بعضها زي ما احنا متفقين بجوار قريه ابو منقار. عملنا ايه؟ عملنا التقسيمه لنزرع السنه دي. جميل. هي الزراعه بتبدا في شهر 9 و10 او شهر 3 و4. فاحنا حجزنا بالفعل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لاول 100 فدان. تمام. هنبداهم ان شاء الله على نصين، واللي بيبدا في النص الثاني زي النص الاولاني، لان هو نفس عمر الفسيله نفسها، هي عمرها بتبقى حوالي سنتين، فاحنا بناخدها وهي عمر سنتين، سواء خدناها في شهر 9 او خدناها في شهر 3 المقبل باذن الله، هي نفس المرحله العمريه، يعني هتنتج ان شاء الله بعد 3 سنين اللي هي نفس هينتجوا مع بعض، لان الانتاج بيكون في شهر 10، فبعد 3 سنين هيكونوا بينتجوا هما الاثنين لنفس العمر، فمش هيبقى في فرق خالص بين اللي هيبدا في شهر 9 واللي هيبدا في شهر 3 المقبل. طبعا قسمنا الارض، وزي ما انا قلت في المره اللي فاتت ان هيكون في ده اول 50 فدان، القطعه دي كده اللي انتم شايفينها دي، يا رب تكون الصوره باينه على الشاشه. دي 50 فدان، اول 50 فدان هنزرعها في شهر 9 ان شاء الله. اول 50 فدان في شهر 9. وحجزنا الفسائل بتاعتها ما شاء الله، وجاهزين للمنطقه اللي جنبها ديت على طول، ده اللي هتبقى في شهر 3. تمام. المنطقه الفاضيه دي اللي هنزرع فيها نباتات عطريه. تمام. بقيه المساحه زي ما انتم شايف مساحه الالف فدان مش هنسيبها فاضيه، احنا ان شاء الله هنشتغل، ده شغل الشركة، إنما شغل المساهمين إحنا بنعمل لهم ميزة مش موجودة عند أي حد تاني خالص، لأن تكلفة الفدان في خلال الثلاث سنين وأنت ما عندكش أي إنتاج بتكلف جامد جدا. المجدول ده لأنه هو يعني هو نخيل ملكي، له رعاية خاصة جدا من ناحية المية، المغذيات، الرعاية، زي ما أنا شرحت لك في المرة اللي فاتت، ربما في حد جديد لسه بيسمعنا فلازم أعرفه ان المجدول ده بيحتاج رعايه خاصه جدا، مش اي حد يعرف يزرعه، رعايه خاصه دونا عن اي زراعه ثانيه، عن اي زراعه ثانيه، والا مش هيديك الانتاج. انا لما قلت لك هيدي لك 100,000 جنيه ارباح بعد 5 سنين، ما هياش من فراغ، هيدي لك 200,000 جنيه بعد 7 سنين، ما هياش من فراغ. أكيد. مجهود وعرق رهيب جدا، وعلم وتكنولوجيا داخله في الموضوع، تغذيه ازاي صح علشان يطلع لك المنتج ده. تمام. وان شاء الله يكون اكتر كمان، بس احنا بنقول يعني ايه التوقعات اللي هي بتاعه سعر النهارده. تمام. في وضع النهارده. زي ما قلت لحضرتك احنا قسمنا ال 50 فدان، والحمد لله في اقبال منقطع النظير. انا مش ملاحق على الناس اللي جايين، وقريب جدا هنقول للناس يعني احنا استكفينا، بس ان شاء الله يعني ايه احنا لغايه دلوقتي لسه عندنا مساحات فاضيه لبقيه الناس ما شاء الله. زي ما قلت حضرتك كده احنا ال 50 فدان مقسمينهم، المساحه دي الصغيره دي عباره عن 5 فدادين، ودي 5 فدادين، وده مساحه فدان. مساحه الفدان كل واحد هيكون عارف، زي ما الاستاذ اسامه دايما بيقول، عارف احداثياته والرقم من داخل الرقم، كل واحد عارف، ودي تقسيمه الزراعه حتى كمان. زي ما انت حضرتك شايف كده ده مساحه فدان. مساحة فدان عاملينها بتقسيمه في غاية الروعة، اللي هي ايه؟ 175 متر طولي في 24، يعني كل متر بياخد ايراد. جميل. وبناء عليه المساحة اللي هي بتبقى 8 متر بين كل نخلة والتانية، او ده رسم كروكي للموضوع. كل فدان او كل سهم له الفرصة ان هو يبقى له ممر، شايف الارض بتاعته فين. تمام. بدايتها شايف الخط بتاعه موجود فين، الخط كل خط من دول فيه 20 نخله لغايه الممر الثاني، فكل واحد يقدر يقعد على راس غيته، يقعد
على راس الغيط بتاعته. الغيط دي كلمه خلي بالك كلمه قديمه، انت بترجع للاصل. تراث بترجع للاصل يا دكتور فوزي وانت مش معانا، انت بترجع للاصل بكلمه الشيخ اسامه على راس الغيط. كل واحد عارف ارضه، كل واحد عارف المساحه بتاعته بالاحداثيات بتاعتها، عايز يبيع بعد كده بيقدر يبيع، عايز يكمل ان شاء الله طبعا هيكمل. انا دايما بقول ان مفيش حد هيرضى يبيع. هيرضى يبيع ده ازاي؟ هيبيع البيضه الدجاجه اللي بتبيض له ذهب، يعني لان ده مشروع عمر، مشروع كل سنه بيطلع له انتاج باذن الله ان شاء الله رب العالمين، انتاج وفير. يعني ده مشروع انا اعمله وانام واطمن ان شاء الله لو خدت فدان يجيب لي 200,000 جنيه كل سنه، انا عايش ملك، انا مش عايز حاجه اكتر من كده. بدل ما اروح ابني شقه لابني بمليون جنيه، ده انا اجيب 5 فدادين يجيبوا لي مليون جنيه كل سنه. يعني بس بتاخد وقت شويه، بتاخد جهد شويه، لازم من الصبر في اي حاجه. وزي ما انا قلت لحضرتك وقلت للمشاهدين، اللي بيدفع في الاول السهم بتاعه، الشركه بتتكفل بكل الموضوع من الى لغايه ما يطلع الانتاج ما شاء الله، لغايه البشائر بعد 3 سنين. ليه؟ لان زي ما قلت لحضرتك الشركه كده كده بتزرع، والشركه كده كده شريك معاك في المجهود والعرق عشان تطلع لك المجهود. انت تيجي تتفرج على الشغل، تتفرج على المجهود، هتلاقي الناس بتزرع هنا وبتزرع هنا في المنطقه دي، بتزرع نباتات طبيه، فالناس دي بتطلع مجهود، بتطلع شغل. تمام. الشغل ده هيصرف بيه على الفدان بتاعك، لانه هو شريك معاك، شريك في الانتاج بالمزارعه، له التلت وانت ليك التلتين. تمام. بيبذل جهد موجود، جهد وعرق زي ما الراجل اللي احنا شفناه وتعب وفرحان قد ايه بالحصاد بتاعه. الجهد دوت ان شاء الله هينتج عنه ان كل واحد من دول هيبقى زي ما وريت انا دراسه الجدوى، هيقدر يشوف المنتج بتاعه شكله عامل ازاي. استعدنا بالخبرات المحترمه جدا، اطمننا تماما ان الفسايل اللي احنا جايبينها دي ذات اصل. انت عارف بنت الاصول اللي بيتجوز بنت الاصول، صح يا شيخ اسامه؟ ده كلمه الشيخ اسامه برضه. انا باخد كلام كتير جدا من لا 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 استاذنا دكتور والله. انا باخد كلام كتير جدا من الشيخ اسامه، لان هو بسم الله ما شاء الله عليه علامه النجاح. ما شاء الله، الله يبارك فيك، ربنا يحفظك. النخله اللي بنت اصول، يعني ربما في ناس كتير ما تعرفش الحكايه دي. النخله لو طلعت الفسيله من الام، اللي هي يعني الام بتطلع بنات، تمام، كل بنت من دول بتاخد الجينات الكامله زي امها بالظبط. جميل. فاحنا ما بناخدش حاجه مجهوله المصدر، لان انا بعد استنى 5 سنين على ما تظهر النتائج. تمام. ده انا ابقى ضيعت نفسي وضيعت الناس اللي معايا. صحيح. فعشان كده انا ليه انا خدت 50 فدان بس في الاول؟ علشان انا عارف كل نخله، كل شجره انا باخدها واخدها منين، عارف امها وعارف اصلها وعارف فصلها وعارف انتاجها، وشفت المنتج بتاع وكلنا منه ما شاء الله. وكلنا منه، كلنا منه فعلا حقيقي. طب من غيري؟ كلنا منه حقيقي من غيري، من النخله على الفخ ده. فاحنا عارفين الاصل، لان دي اخطر حاجه في الموضوع. عشان تكون في حضرتك في الصوره يا اخ احمد، لو انت ما انتش عارف الاصل هتقعد 5 سنين حاطط ايدك على خدك وفي الاخر ما تلاقيش. ولو طلعت بايظه، طب انا اودي تبقى صدمه العمر، اودي نفسي فين؟ صح. من الناس اللي وضعت ثقتها فينا. صح. فلازم الثقه دي لازم نحطها في محلها. تمام. فعشان كده احنا بنبدا ب 50 النهارده و 50 في شهر 3. تمام. عارفين كل اصل جاي منين، كل شجره جايه منين، وحاطينها باسلوب علمي مدروس. كميه الميه، احنا كنا بندرس امبارح كام لتر ميه بتاخده النخله، كام كيلو جرام من الكمبوست بتاخده كل نخله. تمام. كام كيلو نترات بتاخده، كام فوسفات، كام كل دراسه، كل دراسه مستفيضه. يعني مش الموضوع مش عشوائي ناس، يعني موضوع في وراه شغل ودراسه وعلم وخبرات، وناس مشيت على 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 الطريق ده ونجحت، واحنا بننجح معاهم. فاحنا الحمد لله النجاح بتاعنا مضمون بفضل الله، لان احنا يعني توكلنا على الله. في خير كتير جدا من وراء هذا الموضوع. تمام. الناس كتيره، الاسر كتيره جدا. احنا ليه مصرين ان يكون السهم كميته صغيره؟ يعني ما بنديش عدد اسهم كتير، لان في ناس والله طلبت مننا، والشيخ اسامه عارف، ناس جت طلبت عايزه كميات ضخمه. بعدين احنا ترددنا، لا ما حدش يجي ياخد 200 فدان. اصل اللي يجي ياخد 200 فدان ده احنا قفلنا على ناس كتيره تاخد خير. تمام. في ناس كتيره جدا عايزه، في ناس عايزه
نص فدان، في ناس عايزه تلت فدان، ودي البشره اللي كان لكي نقسم الخير بينا. فاحنا ان شاء الله رب العالمين ناويين نخلي عدد كبير جدا من الناس تبقى مشتركه. ليه؟ عشان نوزع الخير على الناس. هي مسؤوليه علينا كبيره ان يكون ناس كتيره جدا معاك يعني، وازاي تخدم ناس كتيره جدا. بس احنا نيتنا نيه خير، وان شاء الله ربنا هيجزينا عليها خير، ان يبقى في عدد اسر كتيره جدا تستفيد، وربنا يقدرنا ونعمل تاني ان شاء الله باذن الله. طيب تعالوا بينا نفجر بشرة جميله جدا او بشاره جميله جدا من حبيبنا الاستاذ اسامه الفار. ما هي هذه البشاره اللي حدثتنا عنها في الحلقه الماضيه؟ ربنا يبارك فيك ويحفظك. احنا قلنا طبعا احنا هدفنا الاسمى الحقيقي حقيقه يعني انشاء مجتمعات عمرانيه جديده. الله. وده اصلا هدف الدوله كله، انشاء مجتمعات عمرانيه جديده. وبالتالي احنا عايزين نعمل زحف من المجتمع، من الوادي الضيق الى الوادي الايه؟ من الوادي الواسع. هو قاعد هو واخواته مثلا في بيت ثلاث ادوار، كل واحد شقه. طب ما احنا عايزينه يبقى عنده بيت لوحده. طيب هو بهم الخمسه ولا السته بياكلوا مثلا في فدان، ورثهم فدان. طب احنا عايزين نخلي الفدان ده هو كل واحد عنده خمس ست سبع عشر فرديه، يبقى احنا هنديله ارض وعملنا له ايه؟ وعملنا له بيت على دماغ الايه؟ على دماغ الارض. واستلم وزرع وحصد زي ما احنا شفنا. طيب هنا سؤال، هو بيقول انا ارضي في القريه ولا بعيده عن القريه ولا ايه وضعها بالظبط؟ السؤال ده تكرر عليا انا شخصيا كتير. عليك انت ما شاء الله. احنا جينا لوحده ازاي؟ ده انت تؤمر. الله يكرمك. انا هعيش ازاي؟ انت بتقول ارضك في بيتك، في طيورك، في المواشي بتاعتك، وعم وحيد مؤخرا بيقول يا عم وحيد ده بالقاهره بيقول ما ينفعش اعمل تربه هنا. قلت له يا عم وحيد انت هدخلها لك يا عم وحيد، يبقى ارضك في بيتك، في طيورك، في المواشي، في تربتك، يبقى كله فين؟ ما شاء الله ربنا يديه الصحه عم وحيد من شبرا، من احد المشاركين معانا. فطبعا هو ساكن على دماغ الارض. طيب المسافه اللي بين الارض والقريه، الخدمات، احنا قلنا انت بتحكم على ارضك ايه اقرب نقطه عمار ليه. طيب المسافه دي ان كانت هي 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو زي مشروع من المشاريع اللي معانا. البشره بنزفها الان، احنا جبنا سياره عربيه تمام مكفله معموله اللي بيقول عليها كبوت في بعض الاماكن، عربيه حديثه مش وحشه. والسواق بتاعها من نفس المكان فين اللي معانا في الشركه، يعني سواق قائم دائم نائم معانا فين في المكان. طيب العربيه دي شغلتها ايه؟ شغلتها ان هي كل يوم الصبح، طبعا احنا عاملين مجتمع عمران وعاملين مسجد، عملنا المسجد العنوان بتاعنا. العربيه كل يوم الصبح الساعه 7:30 تبقى موجوده فين؟ عند المسجد في المشروع. ما شاء الله. تروح فين؟ تروح القريه، تنزل الاطفال المدارس والحضانات، واي حد بالمشروع عايز يروح ما معهوش موتوسيكل، ما معهوش مواصله، طلب الحاج مسعد. لا والله لا حاج مسعد على راسي. تنزله فين؟ في القريه. والساعه 12:30 تبقى واقفه فين؟ عند المستشفى. جميل. يبقى احنا كده حلينا موضوع الايه؟ موضوع المواصلات، وان يبقى عندك عناء ان انت هتروح تودي ابنك المدرسه، ولا هو هيروح لوحده، ولا هامن عليه مين، ولا مين اللي هيجيبه لي. كل ده حليناه في المشاريع بتاعتنا بفضل الله. لان ده المشروع الوحيد اللي بعيد عن الاسفلت شويه او بعيد عن القريه شويه، اللي هو مشروع اللي هو منطقه عين التنين، او هو بينه وبين القريه 6 كيلو. هو مشروع حيوي على اسفلت جانبي. 6 كيلو معلش تعتبر بعيده دلوقتي. لا احنا النهارده مش سايبين للفلاح دكتور فوزي حج، لان الفلاح النهارده عايزين ناخد بايده باي وضع. هو قاعد على راي الحاج محمد اخويا، بيقول لك هو ماسك الشيش وعمال يخمش في الحجر، وعمال اللي رايح واللي جاي له انت رايح فين وجاي منين؟ طب انت مالك ومال؟ زي واحد معانا اسمه عم رزق مسكوه في البلد، انت رايح فين؟ ده انت خايف، ده انت هتفشل. ده هو المفترض بقى يتلاشى الامور ده كلها عشان يوصل الى درجه النجاح اللي هو عايز يوصل. الله ينور عليك. فدي البشره ان احنا العربيه جت هتشيل الايه؟ العناء ده كله عن الناس، وهيبقى ارضك في بيتك زي ما احنا قلنا، وفي تربتك على راي عم وحيد، والسياره هتجيب لك طلباتك من القريه، حتى لو انت عايز تروح القريه الصبح وتيجي مثلا الظهر. والعربيه كمان في نقطه تاني معانا في قلب المشروع بتاعنا، السواق معانا بيتقاضى راتب. طيب الساعة 2 بالليل لو عندك مشوار دكتور فوزي، سلام عليكم حاج فلان، انا معايا مشوار الفرافرة عايز اروح كذا، معايا مشوار القرية. لو المشوار ده مثلا ب 30 جنيه هيبقى معانا في عربتنا ب 20، ما شاء الله. لو ب 10 جنيه يبقى في عربتنا بكام؟ ب 7.5. تخفيضات هائلة. طبعا، ما هو احنا عايزين بس ايه؟ نعمل نبقى عامل مساعد لزحف المجتمع، زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا بنقول
ربنا يحفظك. جزاك الله خير. ربنا يديك. طيب دكتور فوزي، ايه هي آلية الاشتراك في الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بها دلوقتي؟ بس يعني انا كنت بقول للاستاذ اسامة من قيمه اسبوع كده، بقول له سبحان الله احنا اخترنا شيء ينفع في الرخاء وفي الشدة. تمام. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. سبحان الله احنا اخترنا حاجة، احنا مش في وضع يعني قيام الساعة يعني، لكن في وضع فيه صعوبة شوية. تمام. إنما بفضل الله الدنيا متاحة. تمام. ناس كتير جدا جدا المتصلين كلهم معظمهم يعني مش كلهم معظمهم مسافرين بره. جميل. آلية الاشتراك ازاي وهما بره؟ في حد قريبه ممكن يبعت له توكيل او يوكله فقط بالاسم، وهنكتب العقد لان الاتصال المباشر باسم الموكل، هو هيقول لي انا اسمي فلان الفلاني وهيجي لك فلان الفلاني. العقد هيكتبه المحامي بتاعنا باسمه وهيبعته له يشوفه ويتاكد تماما ان هو صاحب العقد وصاحب ملكيه الارض ومتحدده له على الخريطه زي ما احنا وضحناها في الوضع بتاعنا. ده نمره واحد. نمره اتنين، لو ما قدرش يبعت فلوس او لو ملوش فلوس في مصر ومفيش حد موكل ان هو يجيبها، ممكن يعمل توكيل وهيتكتب في العقد كده ان العقد ساري بمجرد تحويل المبلغ، يعني العقد هيكون معلق بالتحويل، هو مجرد اظهار قيمه التحويل يسري العقد له. جميل. فمفيش صعوبه يعني، محدش يعني سهل جدا ان هو يعمل توكيل لحد من اهله او المحامي بتاعه. تمام. او مجرد ان هو هيذكر اسم يعني هيتكتب له العقد وهنوقعه له وطرف تاني يوقع عليه، وهيتكتب كده هتروح له صوره ان هذا العقد ساري بمجرد تحويل قيمه السهم. تمام. بناء عليه الدنيا هتبقى متاحه جدا سواء مسافر أكيد. او موجود، لو موجود خلاص امره هيكون سهل جدا ان شاء الله. جميل. البشاره. الشيخ اسامه قال بشاره واحنا كمان لازم ما هي البشاره لازم احنا كمان نقول بشاره. تمام. من الناس كثيره جدا اللي اتصلت بيا وهم معجبين جدا بالمشروع، ولكن بيقول لي 200,000 كتير عليا، انا عايز 200,000 نص سهم. انا قلت له لا والله ده رايي برضه الشيخ اسامه من الصحه. بص انا هدخلك ليه انا جايب الخريطه دي ومصر ان انا اعرضها بهذا الشكل. احنا لما جينا نعمل التقسيمه قسمناها بحيث ان السهم الواحد اللي هو الفدان واضح على الصوره. واضح. طيب اعرضها. زي ما انتم شايفين كده الخط هو تلت فدان. تمام. 20 نخله. على فكره انا شفت الخط تلت فدان. تمام. انا شفت شركات عارضه التلت فدان بحوالي 115 117 الف جنيه. لا احنا التلت فدان بتاعنا بتمليكه، صح يا شيخ اسامة؟ طبعا تمليك. الارض باللي عليها بالنخيل بتاعها هيبقى في حدود ال 70 الف جنيه بس، يعني قسمنا كمان اللي هو محدود الدخل او اللي هو عنده يعني ظروف صعبه ما يقدرش يخش مره واحده بسهم كامل، هنعمل له تلت فدان او يخش بتلتين فدان. جميل. وهنحددها له لان كل الارض كلها طوليه ومقسومه، يعني هياخد 8 متر في 175 اللي هو تلت فدان، تلت ال 24 ايراد بالظبط، 8 متر بالسنتي بالملي. على فكره الاحداثيات لو حضرتك دخلت كده دقيق هتلاقي الاحداثيات دي بالنص بالربع سنتي. تمام. يعني معموله هياخد ال 4200 متر بتوعه كما انزل بالملي بالسنتي، احنا نديله حقه كده كامل لان دي حاجه ايه هترضينا. تمام. الخدمات والطرق الخارجيه اللي بره دي الشركه بتتحملها، هو له منتج، المنتج بتاعه له 60 نخله هنديهم له كاملين وفوقهم كمان هديه. هيبقى في على الطريق اتفقنا مع شركه لزراعه المهوجني. ليه المهوجني؟ المهوجني ده بتاع العمر بتاع الاولاد، يعني ورثه لاولاده. تمام. المهوجني دوت شجره بتقعد 15 20 سنه، بس الشجره بتطلع خشب يوصل ثمن الشجره بتطلع خشب. لرقم كبير جدا. فدي هنعملها له لما يجي يتجوز ابنه اللي لسه صغير. ما شاء الله. يقطع الشجره دي يجوز، يعني شجره واحده ممكن يتجوز بها. ما شاء الله. يتجوز بها حد من ولاده. ما شاء الله. ف
دي برضه هتكون يعني ايه خدمه من الخدمات اللي احنا هنقدمها للناس اللي موجودين معانا. تمام. هيبقى له مكان ان هو يقدر يقعد فيه شايف الارض بتاعته، له استراحة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، استراحة عامة مش استراحة خاصة، دي تبقى استراحة لكل المساهمين. هنجهزها غرف استوديو بإقامة كاملة، هو يحدد اليوم اللي هو عايز يجي فيه يقعد يتفرج يفرح بأرضه، يبقى يبقى شايفنا، ما هو شايف الناس دي بتتعب قد ايه عشان تطلع له المنتج الجميل دوت. جميلة جميلة جدا والله. وكنت عايز بس اضيف حتة صغيرة قبل ما اتفضل خلاص، الاتفاق على التصدير. ناس كتير جدا بتقول ان في ناس كتير جدا بتزرع مجدول، المجدول مطلوب عالميا، سكان الكره مطلوب الارضيه عالميا. عالميا تمام. منتج كل البشر عايزينه يعني، تزرع بقلب جامد، القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا. زي ما قلت لحضرتك المره اللي فاتت، بيصل النوع الفاخر منه في امريكا، وحتى في والله ناس بعتوا لي من الكويت قالوا لي نفس الاسعار عندنا، يصل ثمن الكيلو اكتر من 300 و400 و500 جنيه اللي هو الفاخر الكيلو. فثمره مطلوبه جدا للناس. الدراسه الجدوى بتاعتنا معموله ان احنا هنبيعه ب100 جنيه. لا عاده ثانيه معلش عيد تنس، لو بعض الناس ممكن يستغرب الرقم. أيوة كيلو ممكن يوصل كام؟ يوصل لغايه 500 جنيه. 500 جنيه مصر. للمستهلك للمستهلك النهائي. احنا بنبيعه اصلا ب100 تمام. اللي هو المنتج بتاعنا او عاملين دراسه الجدوى بتاعتنا عالميه، ده بسعر النهارده. تمام. ممكن بعد خمس سنين هيكون سعره اغلى. تمام. او حتى لو وصل، لو تم فضل على ما هو عليه سعر كويس جدا، والمنتج حلو جدا والدخل حلو جدا. فاحنا يعني مختارين نوع ذو جدوى اقتصاديه، يعتبر ملك التمور. يعني زي ما بقول لحضرتك، انا والله وانا في امريكا لما لقيت الناس اصحابي انا كنت واخد لهم تمر معايا، فلقيتهم جايبين تمر من كاليفورنيا، هناك مزروع هناك في كاليفورنيا، لقيته المجدول بتاعنا احنا بتاع العرب. يعني هو اصلا اصله في المغرب وبيتزرع في السعوديه وبيتزرع في مصر حديثا. فثمره مطلوبه جدا، كل الكره الارضيه عايزاها، لان ثمره واحده احسن ما تدي لابنك شوكولاتات وشيبسيات وحاجات بتكسر اسنانه. انت تديله تمره واحده بس في اليوم كفيله انها تديله غذاء كامل يكفيه يومين ثلاثة كمان، مش يوم واحد. يعني ده الثقافة اللي إن شاء الله الغرب دلوقتي بيعملها، إنه يدي لأولاده منتج طبيعي. تمام. فلما يدي لابنه مع السندوتش بتاعه ثمرة واحدة فقط كل يوم، تخيل الأرقام المهولة اللي محتاجة هذه الثمرة. مطلوب جدا جدا بره. يعني لو اتزرع هنا مش 5 مليون فدان بس، زي ما الدوله دلوقتي بتزرع ما شاء الله كميات كبيره، ودي حاجه كويسه جدا. احنا فرحانين، يعني فرحانين الناس كلها بتزرع، لان هيبقى لنا سوق عالمي في كل الدنيا. اوروبا كلها محتاجاك، اوروبا كلها ما تقدرش تزرع من ده عشان الجو بتاعهم ما ينفعش، الشمال بتاع الكره الارضيه كله ما ينفعش يزرع، احنا نقدر. يعني انا دلوقتي في شخصي عايز مثلا زرعتي، ما بقاش خايف ان المحصول ده ما اعرفش اصدره في، بالعكس تماما. تمام. المنتج ده زيه زي اي حاجه غاليه، زي القطن المصري بتاع زمان. كل الناس عايزينه القطن، كل الناس عايزينه، الناس عمرها ما تبطل تلبس، الناس عمرها ما تبطل تاكل، الناس عمرها ما هتسيب ثمره غنيه قويه بهذه القيمه، عمرهم ما هيسيبوها. كل الناس محتاجها. بالعكس الكره الارضيه النص الكره الغني اللي هو اوروبا وامريكا كلهم عايزين الثمره دي. فلو اتزرع 5 مليون 10 مليون يا رب يتزرع 50 مليون فدان كله جميل. جميل. يعني مطلوب جدا يعني. ما شاء الله جزاكم الله خير. استاذ اسامه، ايه هي الالات والمعدات اللي بتطلبها الارض؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. وبالنسبه للفلاح الاته ومعداته معروفه، اللي هي ان كان مثلا جرار لخدمه الارض، وده طبعا موجود على نطاق واسع جدا في المنطقه. وقد يكون في المشروع حد جايب جرار برضه واكل شارب نايم معانا في المشروع. مثلا زي الدراسه اللي هي الضمامه اللي بتضم الارض يوم الحصاد. احنا معانا على فكره فيديو فيه الدراسه، لو الاستاذ المخرج يعرض الفيديو كده. في دراسه من اللي بتدرس القمح، دي الدراسه العاديه بتاعتنا بتاعت زمان، اللي هم الجماعه اللي هم عايزين يعملوا تبن. تمام. وعشان المواشي وغيره. وفي حاجه اسمها الكلاس، حاجه كبيره كده عرضها 6 متر بيمشي في الارض، بيضم الفدان القمح في تلت ساعه. دي دراسه ده برضو قصه نجاح. هو جاي من الحصاد. عم احمد اهوت، يا ريت تجيب لنا الصوت
الاستاذ المخرج. طب اعرض الصوت كده، اعرض الصوت. بعد الفطار على طول جت الدراسه، والساعه 1:30 بالليل عم صبري قال لي دجاس خلص نكمل بكره. قلت له ماشي. والغاز زي عندنا في البلد نفس الوضع، واحنا بنخاطب الناس اللي هي مساحتها بسيطه، او هو فلاح ومعاه فلوس مش قادر يشتري بلده، يجي هنا ويشوف. رغم ان في ناس من اللي هنا هيزعلوا مني لما بقول كده، هيقولوا يا عم احنا اللي عايزين حد عادي يجي ولا حد لا يا عم لا لا، لكن الارض واسعه وبتساعد كتير. اه وشوفوا حسن من وضعك ومكانت الارض. ما لناش احنا ما بنخاطبش اللي هم مساحتهم كبير، خليهم قاعدين الله يسهلهم. احنا بنخاطب الناس اللي هي مساحته بسيطة ما بتكفيش مصروف ومصروف بيت. يعني لو انا مثلا يا عم احمد انا واخواتي هناك مثلا معانا بناكل في فدان، هتعمل ايه انت واخواتك؟ بيبقى خايف، انا ببقى خايف مثلا ابيع القراطين الثلاثة بتوعي، لما اجي هنا ابيعهم واجي هنا، هو يعتبر القراط هناك بفدان هنا دلوقتي. بفدان زرع زي اللي انت بتاكل وتشرب فيه. تمام؟ بيبقى خايف ان هو يخسر يعمل، انت خايف تقول له ايه؟ في افكار هدامة، يقول لك يا عم احنا عاملين زي السمك ان طلع من الماية هيموت، واللي يقول لك يا عم روح فين؟ واللي في كده فكره هدام، ما فيش حد يعني، ده عايز واحد عنده طموح. انت بلدك ربنا نعم عليك ببلد كبيره وقويه وعظيمه، مساحتها 1,000,000 كيلو متر مربع. انت زانق نفسك في الكيلو متر مربع اللي هو القريه بتاعتك، ما انتش عايز. تم 1,000,000 كيلو متر بتوعك اتحرك فيهم شمال يمين، واحنا بنتكلم بمبدا ايه؟ الدال على الخير كفاعله. ربنا يبارك فيك يا عم احمد. الله يخليك. طب كل سنه وانت طيبين. وانت طيب يا عم احمد. طيب دلوقتي يا عم احمد، انت ابنك اسمه محمد. اللي كان كلمني زمان وهو وليد الفكري. ربنا يجيبه بالسلامه. وهو اللي كان متابعني وهو اللي دلك على الوضع. محمد النهارده انت تقدر تقول له يا محمد سيب سفرك واقعد واستقر. انت نظرتك انت بقى، نظرتك انت كأب وككيان وكفكر وكدراسة جدوى لابنك. النهاردة الارض اللي انت فيها دي على اللي انت شفته، تباهي ان محمد يسيب سفر ويستقر في ارضه ويوفر اي قرش بيتصرف لنفسه بامانة؟ والله. احنا دلوقتي بنخاطب مين بقى؟ ما هو الموضوع ده بنخاطب به المسافرين. دي امانة. خلي ان هو يستفيد اقل من بره شوية. بس ارضه اكرمه. اكرم له واحسن له في ارضه. لا بس على فكره في زراعات لو زرعتها وانت قاعد في ارضك تجيب. سيبك برضه احنا زارعين غله ومبسوطين وبتاع. بس في زراعات اعلى بكتير. النخل، الاشجار، النباتات، تزرع الخضار، تزرع النباتات الطبيعيه. احنا جبنا طبعا مزرعه، مزارع، مواشي كده يعني، في 50 مجال. انت عملت ايه؟ وصلت لايه في البيت كده؟ لسه بعد رمضان هنكمل بقى عشان نجيب. هتعمل الحوش ولا تكمل الحوش؟ هنكمل الحوش واجيب طاقه شمسيه، عايز اوضب البيت اخلصه عشان استقرار. عشان استقرار ما ينفعش مره واحده. شكرا على كده. طيب شيخ حسام، عم احمد انا كنت بساله بقول له يعني اصل هو ابنه مسافر، ابنه اللي كان متابعني زي ناس كتير مسافرين بيتابعوني اونلاين وبيرسلونا على انه نفسه يقعد بقى والوضع اللي تم وعايزين نقعد وناكل ونشرب في بلدنا ونستثمر في بلدنا. فاخونا محمد ده ابن عم احمد هو مثال للجماعه المسافرين. بقول له هو ينفع بقى يقعد يستقر؟ ما هو ده سؤال برضه هو اتفاجئ بيه. هو قال لي ينفع وان كانت اقل سنة، بس هو قاعد في بلده، واخد بالك يا دكتور فوزي؟ هيبدا بقى يعمل تنميه حيوانيه، عايز يعمل تنميه سمكيه برضه في المكان، يعمل براحته. الاصل عندنا ان هو هيستفيد في بلده احسن من ايه؟ من السفر. وبرضه رساله برضه للجماعه المسافرين، انتوا ممكن تعملوا مجموعات ونعمل لكم ابار كامله. جميل. زي ما عملناها كتيره مع ناس كتير مسافرين زي سمير وشنوده وناس تانية كتير. جميل. بياخدوا بير كامل مع بعض وكشركة بيفعلوهم برضو، طالما بير كامل الأسعار أقل شوية. جميل. بتبقى كويسة جدا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب سؤال سريع كده، إيه أخبار السهم الأخضر؟ جميل. السهم الأخضر طبعا زي ما احنا قلنا احنا لنا ثلاث مشاريع، شغالين في ثلاث مشاريع. ثلاث مشاريع. طبعا تحت إدارة شركة الفلاح اللي منبثق منها شاهد المجدول، مسؤول عنها الدكتور فوزي ربنا يبارك فيه. شركة الفلاح طبعا لها ثلاث مشاريع. المشروع الاول الزراعات التقليديه اللي احنا اتكلمنا عنه، الناس اللي استلمت وحصدت وبنت وسكنت وحصدت في المكان. جميل. ده خلاص مشروع شهد المجدول اللي اتكلم عنه وتفضل الدكتور فوزي الان. اما السهم الاخضر
بفضل الله احنا انتهينا من شغل كتير جدا من انهاء السهم الاخطر. انتهينا من البير، حفر البئر تماما على 200 فدان. انتهينا من التعاقد للطاقة الشمسية وتم توريد الشاسيهات وحفر أساس الشاسيهات بالفعل الآن. وانتهينا من تقسيم الأرض، سيكك الأرض يعتبر انتهينا يعني على 5-6 أيام يبقى انتهينا خالص من إنهاء السبع سيكك اللي هم ماسكين من الأسفلت الآخر المشروع. بناء عليه بيتم تقسيم الخمسات اللي هو السهم 5 فريدين عندنا في السهم الأخضر. ويبقى كده خلاص خلصنا كل شيء، والشبكة موجودة على دماغ الأرض، جميع المواسير جميع الشبكات موجودة على دماغ الأرض. هو كان المفترض ان احنا ننتهي الآن، كان معادنا ان احنا المفروض كنا خلصنا حقيقة يعني. ولكن يعني الظروف اللي مرت بها البلاد، أسأل الله عز وجل أن يرفع الداء والبلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إن شاء الله على بعد العيد يعني في ثنايا 20 يوم هيبقى انتهينا تماما من تسليم السهم الأخضر تماما. وبرضو بشارة بعد العيد مباشرة هنبدأ بإذن الله عمل رسمي في شاهد المجدول بحفر أول بئر في شاهد المجدول وعمل شبكات الري بإذن الله تبارك وتعالى. وهنسجل برضو قصص نجاح على أرض الواقع بإذن الله تبارك وتعالى. ازيكم دكتور فوزي؟ أنا دلوقتي في شخصي مثلا عايز أشتري فدان، هل المبلغ اللي هدفعه في سعر الفدان هيكون شامل المصاريف كلها، ولا في مصاريف في جانب السعر اللي هدفعه في الأول؟ طبعا كل اللي يعرف المجدول أو المجدول عارف كويس جدا أنه مكلف جدا، وزي ما أنا شرحت لحضرتك من شوية تمام، أن الشركة بتقوم بعمل يعني تغطية كاملة لموضوع الزراعة. أنت دلوقتي أنت مش هتقدر تيجي تزرع فدان بتاعك، لأن لو أنت جيت تزرع فدان بتاعك هيكلفك بس عمالة واحد يعني عمالة لمدة 4 سنين على ما يطلع إنتاج، اضرب 4000 في 12 أدب 50000 في 4 سنين أدب 200000 فقط ثمن عمالة الفدان بتاعك. تمام، ده ثمن عامل واحد بس ما بيعملش حاجة، لا أبار ولا أسمدة ولا فسائل ولا أي حاجة خالص. اللي بيقلل تكلفة الفدان ويخليه بس 200000 إن في جمع من الناس، البير بيتقسم على مجموعة، العامل بيتقسم على مجموعة، الأسمدة بتيجي بسعر جملة. فلو واحد بيشتغل بنفسه لغاية 10 فدادين أو لغاية 20 فدان هيكلفه الفدان الواحد أكتر من 300-350 ألف جنيه لغاية ما يطلع إنتاج، وده يعني أقل حاجة. ده أنا حسبت لك بس أجر العامل فقط، فما حسبت لكش أسمدة، ما حسبت لكش مغذيات، ما حسبت لكش أبار، ما حسبت لكش شبكة، كل ده مكلفة. فإيه الدور اللي بيحصل؟ إن لما يكون في كميات كبيرة بتتقسم القيمة على الآخرين. تمام. بناء عليه الشركة بتقوم بزراعة أرض تانية، مش أرضك أنت، مش أرض اللي أنت خدتها، أنت خدت فدان خلاص إحنا سنتكفل بهذه الزراعة لك، وإحنا شركاء في نجاح المزارعة. نظام المزارعة، النظام الإسلامي المعروف. النظام الإسلامي بيقول إن ممكن يبقى النص بالنص أو التلت بالتلت أو الربع والثلاث أرباع على حسب المساهمة وعلى حسب المشاركة. فأنا أصريت إن الشركة تقوم بعمل ضخم، عمل كبير في المساهمة، بحيث إنها لما تاخد التلت يبقى تاخده حلال صافي وتعبت ومقابل لي. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، أنت على مدار السنين اللي جاي كلها في مجهود كتير جدا بيتصرف، بس خلاص أنت بقى عندك إنتاج. في كمان سداد رسوم الدولة، سداد رسوم الدولة للفدان بيوصل لكم؟ 45000 تقريبا. 45000 تقريبا. 45000 ده احنا بنجنبك منه خلاص، احنا هندفعه لك من الانتاج. جميل. بناء عليه زي ما بقول لحضرتك المشارك معانا سواء هيشترك بتلت سهم 70000، هيشترك بتلتين سهم اللي هم 140000، هيشترك بسهم كامل اللي هو هيبقى 200000، ايا كان القيمة اللي هو بيدفعها هو بيدفعها، والعقد بيتكتب له كده ان الشركة ستقوم بكافة المصروفات حتى يتسلم اول دخل له. ان شاء الله بيكون اول دخل بعد 3 سنين زي ما اتفقنا، بيكون قليل شوية في الاول، بعد 5 سنين بيكون دخل محترم جدا، بعد 7 سنين بيكون دخل مجزي جدا، مجزي بشكل مجزي. جميل. ان شاء الله بينسيه تعب الدنيا كلها. جميل.
طيب عشان وقت الحلقة قليل، آخر سؤال طبعا. ليه حضراتكم اخترتم المكان ده بالتحديد؟ زي ما أنا قلت حضرتك في طيات الكلام المرة اللي فاتت، إن اختيار التربة والمية، المية هناك أنظف مية موجودة في مصر، يعني أرقى من مية النيل. 200 جزء في المليون، الملوحة 200 جزء، 250 جزء في المليون، 250 جزء يعني نص ملوحة نهر النيل بالفلاحي كده، نص ملوحة نهر ما شاء الله. المية يعني بتتكلم على مية بس على نص فدان بالنسبة للزراعة. أنا شربت منها بنفسي حاجة فوق الروعة، مية ما شاء الله فوق الخيال. تاني حاجة زي ما أنت شايف كده على الخريطة، لو أنا قربت على شوف المنطقة دي، منطقة زي ما أنت شايف صحراوية، فيها درجة الجفاف، المجدول بالذات بيحتاج درجة جفاف عالية، لأنه اللي بيسموه النصف الرطب، لو تحت شوية في الجنوب قوي بتكون الجفاف عالي، أو زي مثلا في السعودية بيكون درجة الحرارة عالية جدا بتوصل لستين وساعات أكتر، فبيجف تماما وبيبقى الثمرة ما هيش في وضعها المطلوب المحبوب عالميا. فالجو ده في المنطقة دي أنسب جو من درجة الجفاف، من التربة، تربة اختارها لنا الشيخ أسامة، أنظف تربة موجودة في المنطقة اللي هناك، المية زي ما احنا اتفقنا، الطقس ودرجة الحرارة ودرجة الجفاف. فده يعني أنسب مكان على الإطلاق تزرع فيه المجدول وانت مطمن، وتطلع أحسن إنتاج إن شاء الله، وهنصدر للعالم كله بإذن الله. وطبعا احنا في تعاقدات مع ألمانيا، ان شاء الله هتاخد المنتج بتاعنا كمان. تعاقدات مع المانيا ان شاء الله. ما شاء الله، والله ان اتسع الوقت سنجلس مع حضراتهم نستكمل هذا الموضوع لمده يوم. مشاهدينا الكرام، نستكمل هذه السلسله في الحلقات القادمه باذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.